ومعانا استاذ اف بريتش. احنا بس عايزين نعرف ايه تعقيبك على الهرم الرابع، القناه اللي عماله تشتم فيك دي؟ انا اول مره اسمع ان في قناه اصلا اسمها الهرم الرابع. ايه تاني؟ طب ايه تعليق على الناس اللي بيخشوا عندك يشتموه ده؟ لا ما اسمعهاش بيشتموه، لا انت ما بتعرفش تتكلم. لا يعني انت اكيد شفت تعليقات ما بيرد عليه او بيرد على انتقاده. وانا عملت كورسات كتيره جدا وكنت فيها عبقري وشكرا. استنى بس وحط امك قول لنا، طب ازاي اقنعت الناس اللي عندك ان هو اسمه سيمبل بريزن؟ لا مش الفكره، لقيت كل اللي بيتابعوني شويه بقر وبهايم ما بيفهموش، فقلت اقول لهم افتكاسه كده عشان اكون متغير، فقلت لهم سيمبل بريزن فصدقوني فمشيتها سيمبل بريزن.